يا عبيد يا عود تشكيلي كلامك خطير الجاه والمال والمعروف ما نمنع حملتني حملة تكسر عظام البعد أصعب على اللي بالفزعة والمنفعة واليوم بالخالك أطيب شيخ وعزمر وارفع مقامك وبعدها عن المعمعة شيخ الرحمين صرف المواقف غير كم موقف يحتمي هو لازم نسنع سيف البقام والمجرب بالنهر العسير كل القبائل على الصعبات تستفزع وليت على المنابر تعرف انه كبير تنصت له الناس هذا كلها تسمع دون منحي على كل المراجل مدير كل الخصال الحميدة فيك متجمع بدخو عليك بدخيلي فزعتك يا الامير بالحال والمال يا الغرمور شوف اسنع المشكلة كلها في سجن ورعن صغير مخطي وتايب وجاه العفو من مرجع سجن ثمان سنة الله يعين الفقر لو صاح للناس بعد الصوت ما تسمع طالت سنينه يناشد كل فعال خير يا باي جمع لكن المال من يجمع وامته للدموع وتنتظر للبشر تحن مثل الخروج اللي لها جار وع والوقت ما ينوثق به والبشر كل القضية فالكلام على خير والله كفيل برزق العبد ما ضيعه.